أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: نرجو بيان كيفية المسح على الخفين، وهل تمسح من الأسفل؟ المسح على الخفين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع يديه مبلولتي الأصابع على رجليه، على أصابع رجليه، اليد اليمنى على الرجل اليمنى واليد اليسرى على الرجل اليسرى، ثم يمرهما من رؤوس الأصابع إلى ساقيه على ظاهر القدمين. أما الجوانب وأما أسفل الخفين هذا لا يمسح. ولهذا يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى الخف. الدين بالاتباع والاقتداء ما هو بالرأي. نعم.